اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا عبر قناتكم الالكترونيه شوف تي في. كنقدموا لكم برنامجكم خارج البلاطو وكنستضيفوا لكم من خلاله نجم اغنيه الراي الجزائري رضا طلياني اللي مرحب بنا عنده. مرحبا بك رضا على شوف تي في ومرحبا بنا عنده. الله يحفظك. مرحبا بكم. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام على كل الجمهور العزيز. شكرا مرحبا. شكرا مرحبا. على هذا وشكرا مرحبا. على تقديمك لينا. اثر رضا اننا ما نقصوش نبداو الانترفيو حتى يضيف. رضا تربح. بارك الله فيك رضا. رضا نتكلموا على الاغنيه ديال بابين اللي دارت البوز واللي اكتسحت يعني السوق يعني يا مغربيه يا عربيا يا دوليا. نتكلموا على هذا البوز هذا اللي دارته بابين. بان فيت باسكو جاب لي ربي باسكو لو سوجي تاع غابيني لي باغول تاعها تما هو سي دي باغول اللي جميع واحد يكون عايش هذوك الوضعيه و سي 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 ان سوجي سوسيال والحمد لله يعني الاعجاب تاعها جا من عند الجمهور هكذاك ومشات فيها غاديه. هو الالبوم كنا طلقناه صافي بون مومون واحد دو زون ابيبخي مي لا كومونسي ا بروندغ ايفولوي او فيغ ا ميزور باسكو ا شاك فوا واحد يديكوفريه سي سا لافونتاج و لا ديفيرونس اللي كاينه بين واحد ايل انسيست ا فيغ لو بوز وبين واحد يدون لو طو ان تيتخ باش يكون عنده هذاك الصدى. طيب رضا كيف ما سبق وشرتي ان الاغنيه دارت البوز خداوها بزاف ديال المغنيين المغاربه شباب وهذا وعودوها، واش هادشي ما شكلش لك ازعاج ربما؟ با نو ما شكلش ازعاج. كان اللي عاودها فاسون راك تعرفي الوضعيه اللي عندنا حنايا في المغرب العربي اونيفو دي دغوا وهاد المسائل هادو ما يلاه واحد راهو وفيغ ميزيغ باش يعدلوا هذاك المشكل. وشنو واش حبيتي دير توت فاسون كي واحد كي دي مومون ما كانش واحد زعما فريمون كوني اللي عاود لا شونسون ما قالش تاعي ولا هنا ما كانش مشكل. هي الوعره واحد الى عاود اغنيه ويماركيها في اسمه ويبدا يقول هذيك الاغنيه ديالي وكذا صعيبه ويا ان بروبليم. واخا رضا نسمعوا لها واحد شويه اكابيلا. اكابيلا مانيش حرايمي عندي النفرج لا فيني نمشي بدراهمي وين ما نروح راسي عالي صحابي لافامي وناس اللي يعرفوني زميل سوزي راهم ديما في بالي عايش في الجي وهران ولا ميلانو ريسكي ونفوجي العقلية الباتينو عايش في الجي كازا ولا ميلانو ريسكي ونفوجي العقلية الباتينو فابيني ويا خوتي فابيني فابيني صحاب الهضرة خاطيني 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 سي بون صحاب الهضرة. شكرا لك رضا. انا مادام معجبه بهذه الاغنيه الله يحفظك سي جونتي. غادي نتكلموا بعلاقتك مع المغرب يعني علاقه رضا طالية مع المغرب خصوصا انك واحد النهار قلتي في واحد التصريح ان ولدتني الجزائر وربتني المغرب. اكزاكتومون با اون فيت راك تعرفي من صافي ان بون مومون وحنا ديكوفرينا المغرب اون كومونسي افيغ دي سواري هنايا صافي بريسك واحد 15 داني ومع اللي تعرفي احنا كبرنا شويه في ليترونجي وكذا يتسمى اون فرونس ولا في لونجلتير ولا في الاسبان ولا ما عندناش هذا جزيري ولا هذا مغربي ولا هذا تونسي ولا كاين لا كوميونيتي عرب اون فيف كاع اون كوميونيتي ستادير انا شحال من واحد صاحبي مغربي حبط معايا للجزائر انا كنت نجي مع صحابي مغاربه لهنايا عندي صحابي من السنغال كانوا يجوا معايا للجزائر نروح معاهم للسنغال اون تور اون ميم طون هما يجوا كاين لي ميزيسيان ولي زارتيست اللي مشاو خدموا معايا في الجزائر كان انا جيت لهنايا والعلاقه تاعي بدات المغرب بدات حتى وين استقريت هنايا والعائله تاعي هنايا وكل شيء هنايا تسمى درك راني اونتر باريس والمغرب وكازا سورتو كازا باسكو فوالا كازا كل شيء على كازا. مرحبا بك في المغرب واخا ما خصنيش نرحب بك على بلدك. لا لا الله يحفظك الله يسترك سي جونتي. اكيد اننا تكلمنا على العلاقه بالمغرب واكيد ان الجمهور ديالك المغربي يعني كتربطك بيناتكم واحد العلاقه قويه. تكلمي على علاقتك مع المغاربه خصوصا اللي كطلع سيغ سان. كنطلع اون فيت انا كنطلع سيغ سان في المغرب جو سون با لا ديفيرونس نتفكر كيما كنت نطلع بكري سيغ سان في الجزائر.
Ça fait le même effet, le même public. Le public, il est là. Le public, يعرف الأغاني ديالي. Le public, تما حافظ الأغاني ديالي par cœur. Il me suit dans mes festivals. Il me suit dans le jeu, تبع الجديد تاعي. يم سيبورت والحمد لله سي بور سا انا عزيز عليا بزاف الجمهور المغربي. طيب نمشيو للاكل المغربي، اكيد رضا كتفضل شي اكله مغربيه؟ اختي درك شوفي انا الاكل المغربي واحد الوقت كان اثر عليا بزاف، وين البوا تاعي كان مطرطق وهذا، وين يعني عاودت ريفرونيت عاودت يعني عاودت لقيت شويه راني ريجيم بديت نحبط مزيان في البوا تو. اختي واش نقول لك؟ الماكله المغربيه غلطات. لا المغرب كانت بنينه، تنمو بنينه، تسمى طحت عليها طحت عليها طحت عليها، هذا برقوق هذه رفيسه هذه بسطيله بسطيله، كانت تعوجني انا بسطيله في الويدمار كنت نتعود كنشوفها. المهم الحمد لله. لا لا الاكل المغربي ماشي اكله، شي اكله مغربيه اللي 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 بصح عزيزه عليك، خاصها تكون اللي عزيزه عليا. حبي يقول ميم نكون داير ريجيم في اشد الريجيم وناكل منها. كاين في لو فريمون تراديسيونيل ان بو مخلط بالفروي دمار بسطيله في خوي دماغ جادور بسطيله في خوي دماغ جادور. سينو كاينين وحد اخرين ما تنجمش تخير غير وحده باسكو في اللحم دوكا الاكل المغربي يعني غني بال لا 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 الحمد لله. ما بيني واخا الماكله المغربيه غلطاتك غلطتني مازال عزيزه عليا بيان سور بيان سور. لا لا درك ناكل وشنو ناكل بشويه باسكو وحده الوقت كنت نطيح عليها ورا باع في لو بوا ديالك. الحمد لله درك سي بون راني مليح الحمد لله. لا مزيان. طيب رضا الجمهور ديالك وكاع الناس اللي كيتبعوك كيشوفوا انك يعني كدير واحد الرسومات نوعا ما كتجيهم شويه غريبه في الراس ديالك. نتكلموا على هذه الحلاقه هذه اللي كديرها. الحلاقه هذيك اللي كنت نديرها زمان درك توتفاسون ما بقيتش نديرها باسكو درك عندي 35 سنه. هذاك الوقت كان في عمري 22 زون 23 زون كنت ندير هذيك الحلاقه سيتي دي تريبال. انا صح من الاوائل اللي بديت ندير لي تريبال في راسي. هذاك الوقت كان جبريل سيسي اللاعب اللي كان يلعب في مارسي وين كنت نسكن انا، كان هو كنا نحسنوا عند لو ميم كوافيغ. تسمى كان واحد صاحبي واحد الكوافيغ بلاك اند وايت كنا نحسنوا عنده. فوالا سيتي هذاك الوقت مع اللي كان جافي ان بو سيكاتريس تو سا، كان يلعب لي على هذوك السيكاتريس اللي في راسي ونخرجوا دي تخيبال واعرين. مي سينو درك مع لاج وكل شو كاع وصاي خلاص درك سي بون بيان غازي سور لو كوتي. ما بقاش هذوك الرسومات. ما بقاش ما بالك منين دات. مازال شباب يعني ما تبطل. لا الحمد لله مازال شباب. وشنو لا مود تاعهم شويه خلاص هذاك الوقت واحد كيكون درك صاي كبرنا 35 عام كبرت. الله يحفظك. طيب تكلمنا على العلاقه ديالك بالوليدات ديالك. يعني انا لا فامي بور موا سي ساكري. لا فامي بور موا سي ساكري ستادير نغيب ثلاث ايام نعاود نولي نريح. هذاك الوقت اللي ما خدامش فيه عندي لا فامي جو موكيب دو او او ماكسيموم. تسمى هذيك ثلاث ايام اللي ضيعتهم الا عاودت وليت باش نريح ثلاث ايام لازم فريمون مع العائله تاعي مدامي لي زونفون تسمى لازم لي نخرج دير لي كورس اونسومبل نريحو نعرف واش كاين نعرف واش صرا نعرف واش ما صراش. اي سي سا باش اون فا باش يكون كاين ان اكيليبر اونتر لا في بروفيسيونيل ولا في بريفي لازم يكون كاين توازن لازم واحد ينيجليج با لا فامي. فوالا اي سيرتو سي لا فامي هي اللي السوتيان. لا فامي هي اللي تخليك هي مصدر الالهام. هي مصدر الالهام تاعي وهي المصدر اللي تخليني يكون عندي الحماس. وفوالا واحد الا كان مليح اون فامي الحمد لله يكون مليح في الخدمه، والا ما كانش كون عندك لي بروبليم فاميليو ياثروا عليك في الخدمه والحمد لله. انا طيب رضا ما تبغيش الولد ديال الولاد ديالك شي واحد ياخذ يتجه المسار ديالك الغنائي؟ جي با بروبليم انا جوست يكون يعرف خدمته و je sais pas de toute façon la musique c'est bien c'est de l'art c'est un art mais واحد je suis contre واحد اللي يدير الارتستيك وما يخدموش مليح باسكو واحد اللي يعمل العمل لازم يتقلو كوا كو سوا في الديسان ولا لا مينويزغي ولا لا ماسونغي ولا في اي حاجه واحد يعطيها خصو يكون مهني بيان سور باسكو حنا ثاني
لا ميوزيك لازم لو كان ما جيناش اونفي الماكسيموم باش نخدموا ليل ونهار باش نعطيو حاجه مليحه لسوغ ديولو باسكو دركا مالوغوزمون واش ولينا نشوفو ينجم واحد باش يشيع ولا في ضربه يدير كلام مالوغوزمون في لوغاي كيس كي سباس اجوردي نجيبو الناس يهضروا شي صوالح اللي ما يتهضروش لو كان يدخل لدارهم ما ينجمش يهضرهم مع يماه وباباه الور في دون اون كاسيت ولا دون ان سي دي يسجلهم ويقولهم ويسمع كاع الناس بهم الوغ انا جو دوموند اسكو هادو الناس كي يدخلوا للدار عندهم عائله ولا ما عندهمش عائله سي سا لو بروبليم الوغ واحد الا حاب يدير لا ميوزيك يدير لا ميوزيك لا ميوزيك هي كلام هي موسيقى هي الحان هي عندك جمهور يسمع فيك الوغ الجمهور واحد اللي حاب يودر الجمهور تاعو يعطي له البطاطا بصح اللي حاب يقرض الجمهور تاعو لازم يتهلا دابا منين هضرتي على هادي نتكلم ان نسولك انا على واحد الاغنيه اللي شعبيه مغربيه اللي هي اعطيني ساكي ديال زينه الداوديه سمعتي ليها واه سمعت ليها انا فرونشمون سام شوك با لا شونسون بور موا اسيكسبريمي هذا ديال لو سوجي حبت تتناول هذاك سوجي لا في لو شوا دو لو شوازير مي جو بونس با بلي لو سوجي زعما فريمون 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 سا فيه مشكل ولا كدا نو باسكو انا تاني بكري درت جوزيفين ساعات تبان لي عقليه نحط راسي في الرايه كاع لي جورنو كتبوا عليا الا نسيت لي جون باش يسويسيدي واش يسويسيدي وانا قلت نحط هذاك تعبير مجازي اعطوني نحط راسي في الرايه ونخبر البوليسيه تعبير مجازي على بلي زعما فوالا هذه اكريتور ولا شونسون ريتمي وكدا مو جي با بروبليم كونتر سا ولا بروف لا بروف على بورتي سي فروي لي فيو كاينين وكلش الناس عارفينها فوالا الحمد لله يا با بروبليم عجبتك الاغنيه Ça va, elle est bien, la chanson elle est bien, commercialement et tout ça c'est bien. D'être le buzz. D'être le buzz, le commentaire c'est le buzz. Et en plus, Romain ils ont écrit ça exprès, ben, ils conquèrent le buzz et c'est intelligent d'avoir du buzz. انا الاغنيه ما فيهاش تطياح الهضره ولا داك تخسر تاع الهضره سي بور سا جو تروف با كي ان بروبليم الوغ موا جو لا فيليسيت بور لا شونسون نقولها يعطيك الصحه وبصحتك طيب بصح طيب رضا قبل ما نختموا حديثنا وقبل ما نتكلموا على جديد نتكلموا على كنعرفوا جميع ان الحدود المغربيه الجزائريه والعلاقات المغربيه الجزائريه نتكلموا رضا اليوم كجزائري وعايش بين فرنسا وبين المغرب وبين الجزائر واش تبغي هاد الحدود انها تحل يوما ما هذا بين الحدود حلو بيان سور ماذا بين الحدود يتحلوا ماذا بين الشعب ينجم يتعارف ابخي فوالا ابخي هادو مشاكل تاع رجال السياسه هما اللي على بالهم المشاكل تاعهم كيفاش دايرين مي سينو انا ماذا بيا لو كان نجم نحكم الطوموبيل تاعي من كازا وانا رايح حتى الجي صافي بليزير معايا صحابي ولا معايا لا فامي ولا صافي بليزير واحد يحكم الطوموبيل تاعو رايح هابط بجوز كازا يجوز طنجة يلحق الوجدة ومن بعد يدخل المغنية وياكل في المغنية ويسقاو في وجدة وغادين ان شاء الله كل يوم يا ربي احنا نطلبوا ماذا بينا ان شاء الله ربي يحنن القلوب وحنا رانا كاع عرب وكاع مغاربه سي تادير حنا رانا في المغرب العربي الوغ ما جو فوا با لو بروبليم واش كاين وان شاء الله بربي نتمناو الامور تكون على ما يرام ان شاء الله هادشي اللي كنتمناو هذا من هذا المنبر هذا نتمناو يعني الحدود تحل وحنا كنا خوت اكيد واشقاء الحمد لله واحد فوالا يفو فواغ لوان اكيد طيب قبل ما نختموا هذه الدردشه ونتكلموا على الجديد ديالك وعلى الالبوم ديالك واش يعني واش كاينه شي اغنيه اللي غادي تكسر بها فرونشمون هذاك الشيء في يد الله وشنو احنا نحكوا على العمل احنا انا انسيستي باش نديروا باش نكونوا ماشي في لاوتور تاع فابيني نكونوا في لاوتور تاع اكثر من فابيني باسكو لازم تفيزي الفوق باش يلاه الا طحت شويه تجي سوا سوا الوغ حنايا كيما راكم شفتوا انا بالونسي لو تيزور تاع واحد الكليب مرضي لامور هذا الالبوم يتسمى فيه شويه كوتي سونتيمونتال فيه لو سوسيال فيه الاجتماع فيه كل شيء وفرونشمون ان لافونتاج اللي عندي انا يسمى كيما فابيني ضربت صافي واحد الكاترون اون اريير وانا باغي نخدم فيها وشنو الناس يشوفوني ندخل للاستوديو نضرب ساعه نكملها الاغنيه باسكو عندي 4 سنين وانا موجده في راسي تسمى الغنيه راهي طايبه معايا تمشي لي في العلو وكما هذا الالبوم
يتسمى من نهار اللي انايا وجدت بابيني وكملت مع بابيني وانا نوجد في هذا الالبوم، يتسمى عندي ثاني واحد 3 تاع خدمه في هذا الالبوم. وشنو كي ندخل للاستوديو عندي جو برون اون سيمين 15 جور نكمل الالبوم تاعي كاع، مي الخدمه الاصليه اللي فيه انا نكون سوق نود نلحنها، نكون على قد يجيني اللحن نعاود نود. مي فوالا، مي سينو الجمهور تاعي ان شاء الله نقول له راني جايك السم المسموم. يلا اعطينا شي حاجه حصريه ديال هاد الاغنيه هذه. عدل هذيك تاع مرضي لامور، وكاين كاين سمعيني ما تقطعينيش، كاين 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 واحد الثاني في لو سي سويت ستيل امب ستيل ستيل بروالي كما يكون شويه شعبي وشنو على طريقه الراي. نسمعوا شويه المرضي لامور. راني في الغربة وحديني عايش في بلاد الناس، واللي قتلني فريق غزالي من اللي راح ما ولاش، وانا يا مرضي الامور بافعني حتى دكتور ما عرفت محبة ولا سحور، لا غالب سبلي فور وانا يا مرضي الامور. فوالا او ميم طون نعطوها ان مورسو تاع لي تيزي اكيد اكيد باش نديرو في شوف تيفي وان شاء الله يحدث نسب مشاهده عاليه. كلمه اخيره منك الجمهور اللي كيتابعك عبر قناه شوف تيفي. كلمه واش نقول لكم، شوف تيفي يعطيكم الصحه، الجمهور المغربي من الحداده لحداده نموت عليكم نبغيكم، اي لاف يو بابيني. شكرا رضا طليالي، شكرا لكم مشاهدينا اللي تبعتوا معنا هذه الدردشه مع الفنان الجزائري رضا الطلياني، واكيد نضرب لكم موعد في حلقه جديده وضيف جديد في امان الله. ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم، ولا بغيتوا تشوفوا شاشه شوف تي في ان سامبل كليك في هذا لو بوتون، وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم. Quand le gars arrive à l'aéroport, l'avion sort du hangar. En fait non, c'était pas un avion, c'était un hélico. Mais t'as 3 mecs qui arrivent en courant et qui tirent dans sa direction. Non, non, 4 mecs. Ils étaient 4. Du coup, le gars se cache derrière une grande citerne. Et alors que l'hélico se met en position de décollage, notre gars, il tire sur la citerne. Et là, boum, tout explose. Ensuite, il court vers l'hélico et il saute pour s'accrocher. Oui, parce que l'hélico, en fait, il n'avait pas explosé. Et tu sais quoi? Le plus simple, c'est que tu m'accompagnes la prochaine fois. Tu es client Méditel? Pour partager ta passion du cinéma, c'est simple. Obtiens gratuitement ton code sur cinéd.meditel.ma et profite tous les mardis d'une place de cinéma offerte pour une place achetée au Megarama Casablanca, Fès et Marrakech. Le cinéma à deux, c'est mieux.